السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم ديتكم المحل الأفريشة وجهاز العروس بالحميز اللي راهو قدام لاغوز دوغ. اللي يعرفوا لاغوز دوغ يقدروا يعرفوا هذا المحل، راهو جاي في الكروسيس تاع الحميز، تدخلوا على الفيلا الجرينات كملوا تو دغوا طيحوا فيه. راح نخلي لكم أرقام الهواتف في العنوان، صورت لكم في هذا المحل والمحل اللي مقابله اللي تابع ليه حاط فيه زرابه لي موديل بزاف شابين، زرابه طبيات تاع الكولوار، طبيات تاع الكوزينه، لي كوفرولي، الشورى. وكما كنت كتبت لكم في المنتدى، يعني كاين محلات راح نجيب لكم لي موديل تاعهم ونجيب لكم الارقام الهواتف والعناوين لكن بدون اسعار، يعني ما راحش نعطيكم الاسعار. تقدروا تدوا نظره واش راه يبيع هذا المحل، واللي قراب منه يروحوا ليه ويشوفوا لي بري بنفسهم. نخليكم مع الجولة، ما تنساوش تدعموني بجيم لا فيديو وتشتركوا في القناة لأول مرة تزور قناتي. كملوا لا فيديو للأخير، راح تشوفوا معايا دي موديل بزاف شابين، سورتو تاع لي ستور، يعني ما شاء الله لي كوات، لي كوفرولي، لي ستور كوفرتات، يعني راح تلقاو عنده كلش وكلش بالطبع ما شاء الله. نخليكم مع الجولة، نتلاقى في جولة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله نكونوا في أحسن الأحوال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ أموت أموت وأحيا على حبكم، وذل لي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ ونور
وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دواء. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دواء. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام؟ الختام يا كرام انسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنا. أموت أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم ورحمة
جاهل.